شيري سايكلز شركة بتهتم بصيانة الدراجات الهوائية لتبقى رفيقة وفية لأصحابها أو لأحد المحرومين من الحصول عليها. أنا اسمي زينة كنعان، صار لي 9 سنين بالإمارات وأنا شريك مؤسس بشركة شيري سايكلز مع أختي اسمها رانيا كنعان. وقبل الإمارات كنا عايشين بكندا بمونتريال، وكنا هناك نسوق بسكليتات كل محل. فلما اجينا هون اول شيء اشتغلنا بشركات، وبعدين بدينا شركه. بعد 3 سنين الشركه سكرت وفتحنا شركه شيري سايكلز، اللي هلا صرنا 4 سنين عم نشتغل عليها والحمد لله عم تكبر. هدول الهايف بار فريمز عاده بيجوا مع جير، والرجال عاده بحبوهم اكثر. اوكي. وبعدين عندنا اللو بارز عاده للستات هم. وبدي اعرفك على رانيا. هاي رانيا، شو اخبارك؟ رانيا الكو فاوندر، وهي بتعمل الميكانيكال ورك يعني تبعنا كله. تمام. كل واحد يعني بده يغير البسكليت او يصلحها تهتم فيها. بالضبط، من قلبي بهتم فيها. يعني هل في يقول انه طلعت فكره شيري سايكلز من يمكن تجربه شخصيه عشتيها انت واختك رانيا، او فكره بزنس؟ لا، هي ديفينتلي اول شيء بدت تجربه شخصيه. انا ورانيا بكندا كنا نركب على البسكليتات كل محل، نروح على الجامعه على الشغل. لما اجينا هون اكتشفنا انه ما في كثير سياكل، والشيء اللي اكتشفناه اكثر هو انه السياكل الموجوده هون كانت كثير غاليه ومش باللون اللي تحبيه. فقررنا احنا نجيب بسكليت، وعلى البلكونه تبعتنا قمنا تعلمنا على يوتيوب كيف نجدد نرمم البسكليتات، وصنعنا بسكليت جديد من بسكليت قديم كثير بشع. والبسكليت الجديد كان بالضبط اللون بدي اياه، وكنت كل ما اركبه الناس تحكي لي من وين هذا البسكليت. فهيك بدت هي، بدت انه بتقدري تعملي لي واحد؟ بقدر اعمل لك واحد. وإشي عن إشي جرتي بجرد بعدها. إيه. هلا مثل ما قلتي عملتيها مثل ما انت بدك. في كثير اشخاص بيحلموا كمان انه يكون عندهم البسكليت اللي هن بتعجبهم. فهل انتم بترمموا الدراجات الهوائيه بس على الشكل من برا، ام كمان الاشياء الميكانيكيه؟ لا طبعا الاشياء الميكانيكيه. احنا المحتوى من هذا البزنس هو انه احنا نجيب منتجات قديمة الناس رمتها ونعطيها حياة جديدة، زي نعطيها قلب جديد. فبنشتغل على المظهر وبنشتغل على الداخل، على أساس إنه أنت بتقدري بدال المنتج ما يقعد 6 شهور هو بيقدر actually يقعد معك 3 سنين. فأنت بدال ما عم ترمي أنت عم بتغيري طريقة استهلاكك، فعم نجرب نأثر بهاي الطريقة لحتى تشوفوها بطريقة جديدة كأنها جديدة. بالضبط. والإشي الحلو بسياكلنا إنه أنت بتقدري تصممي بسكريتك اللي أنت بدك إياه، فبتقدري تنقي من فوق 55 لون. بتقدري تنقي إذا بدك إياه شايني أو إذا بدك إياه مات. عندك كتير خيارات عشان أنت تصنعي بسكريت أنت تحسي إنه هو هذا البسكريت اللي represents you. يعني هلا اذا انا ما عندي بيسيكلات وحابه اشتري واحدة جديده، كمان انتم بتامنوا هذا الشيء؟ هلا احنا في عندك اشيين، يا انت عندك بسكليت قديم صار له قاعد بالجراج عندك سنين وعليه كثير غبره، بتعطينا اياه بنرمم لك اياه وبنرجع نبيعك اياه. او انه انت ما عندك بسكليت وحابه تركبي بسكليت، بس حابه تركبي بسكليت له ضمير زي ما احنا بنقول، تشتري منا بسكليت احنا بنجيبه من اللاندفيلز. وبس هم هدول الاشيين. وبعدين نشتغل كمان مع اوتيلات، بنعطيهم بسكليتات بكميات اكبر، وبيكونوا هدول عليهم البراندنج اللوجو تبع الاوتيل، يعني بيكون كثير كاستم للاوتيل. لو تخبرينا اكثر عن التشاريتي وتقدمه الدراجات الهوائيه للاطفال. احنا هلا لكل 5 بسكليتات بنبيعهم بنعطي بسكليت لطفل بمخيمات بحواري الشرق الاوسط. فاللي عم بيصير انه في كثير اطفال محطوطين بهدول المخيمات، لا بيقدروا يتحركوا ولا بيقدروا يلعبوا، وماخوذ منهم حقوق الطفل. فاللي احنا بنحب حبينا نعمله انه انا كثير اشتغلت بمخيمات قبل ما يبدا هذا البزنس، ولما تسالي طفل اذا هلا بتحكي لي بدك شيء ايش بجيب لك، دائما بدهم بسكليت، ما بدهم شيء ثاني، عشان بيعطيهم هذه احساس الحريه اللي احنا كلنا بنحس فيه، والامتلاك لشغله. بالضبط، لهم، وبقدروا يتحركوا وبقدروا يروحوا من محل لمحل. فاحنا بدينا هذا ككامبين اولتها انه نعطي بسكليتات. والطريقه اللي بنشتغلها هو بنروح على المدارس الموجودين بالمخيمات، وبنشتغل مع الاساتذه او مع ان جي اوز موجودين، على اساس انه اذا الطالب يقعد اكثر بالصف بالمدرسه، اذا بتفوق اسبوع عن اسبوع بماده معينه بيربح بسكليت. واو. عشان نعطيهم زي دافع انهم يضلهم بالمدرسه ويضلهم يعني يدرسوا ويتحسن، عشان تتحسن معنوياتهم وتتحسن كمان افكارهم، وان شاء الله يصيروا يعني اكثر برودكتيف ان شاء الله.
زينة، إذا لقيتوا مثلا بالفيلد مثل ما قلتي لي كمان بتروحوا على الفيلد وبتنبشوا على الدراجات هول اللي بتبعون للأشخاص، إيه؟ إذا لقيتوا شيء نادر، أنتوا بتعرفوا إنه هيدا يمكن نادر وما موجود كتير، صح. أكيد بيكون سعره أغلى من غيره، صح صح. هلا احنا عندنا كم بسكليت نادرين وهم اللي بيكونوا لقدام، يعني احنا كل البسكليتات نبيعها هي فينتج، فهم اصلا يعني احنا بنعرف انه اي المنتجات اللي كانوا فينتج عن منتجات اليوم كثير كثير الكواليتي تبعهم اعلى. زينا بهيدي العمليه كمان انتم بتكونوا عم بتساعدوا بالمحافظه على البيئه وتنقيه الهواء، هل عم بتفكروا تطلعوا خارج نطاق اللي انتم فيه وتصيروا اكثر دوليا؟ طبعا هلا احنا بنفكر بطريقتين، اولا احنا هذا الشركه اللي اسسناها بدبي، احنا كلنا بنعرف انه الامارات لسه هلا عم تكبر بموضوع السايكلينج والبسكليتات، بس احنا كثير حابين نطور هاي الفكره وعن جد نعمل تاثير اكبر على التلوث والبيئه، فمصير احنا هلا عم نعمل زي احصائيه نعرف بالضبط لما انت تشتري بسكليت منا قد ايه عم تساهمي بانك تساعدي بمحافظه على الستيل، قد ايه انت عم بتساعدي على الكربون دايوكسيد اللي بالتلوث البيئي، فبنقدر نطلع كل هدول الارقام وانت كشخص نقدر نقول لك قد ايه انت عم بتساهمي لتحسن الطبيعه، فدفنتلي بنطلع عليها بهاي الطريقه. والطريقه الثانيه هو احنا عم ندخل على برودكتس ثانيه او منتجات ثانيه كمان بتساهم بنفس التحسين من حياتنا. شو اكثر الاوقات الحلوه اللي قطعتوا فيها مثل قصص نجاح ما بتقدروا تنسوها للي؟ يعني هم اغلبيه قصص النجاح اللي احنا قطعنا فيها كانت قصص سلبيه مش قصص منيحه، عشان هم هدول الاوقات اللي بالحياه لما تكوني انت حاسه انه الحياه رح تخلص هي اللي انت بتصيري تخترعي او تخلقي او تفكري برا اطار اليومي تبعك، فبتحسي انه انت كبني ادم قوتك ومعرفتك كثير اكبر من ما انت ايش تفكري هي، فبتصيري تامني بحالك اكثر. شكرا لك زينة. شكرا كثير. أجمل الذكريات بتشاركنا فيها دراجة ممكن يكون لها دور ووجود بكل لحظة حلوة عشناها. Cherry Cycles فكرة بتحاول تضمن حياة أطول للدراجة وأوقات مسلية للمحتاج وبيئة أفضل للكل.